بيقولوا اللي بيحبك هو من رأى فيك 99 عيبا وخصلة واحدة جميلة فأحب هذه الخصلة وترك كل العيوب. كلام حلو، الحكي كثير حلو، بس الأحلى أنه يستمر الحب بدون محاولة تغيير من نحب على مزاجنا وحسب أهوانا. يعني لما تحب شخص حبه مثل ما هو مش مثل ما أنت بدك إياه يكون. مثلا كيف ممكن يستمر الزواج الناجح؟ أنا أعتقد بكل بساطة أنه لازم يكون حجم الصداقة بين الزوجين أكبر من حجم الحب. الصداقة مش الإملاءات، مش الهجر، مش اللامبالاة، مش قلة الاحترام والتهديد بالرحيل أو الطلاق. الحب شيء حلو بهالحياة، وبتذكر كلام نزار أباني لما قال الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه.